اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده فقره جديده ولاول مره بعملها على القناه، وهي فقره عباره عن اني العب العاب تلبيس بنات. طبعا في ناس هتقول لي ايه في اللي انت بتعمله ده، لكن في الحقيقه الفقره دي انا موجهه للبنات الصغيرين، عايز اعرفهم على ايه هي الالعاب الحلوه اللي تناسبهم والالعاب اللي بيحبوها. لان انا بحكم خبرتي في الالعاب بتاعه الكمبيوتر عرفت الفئه دي من الاعمار الصغيره دي، البنات الصغيرين دول بيحبوا ايه. انا اشتغلت في بيع الالعاب فتره طويله جدا، فخلالها عرفت ان البنات الصغيرين سن سنتين تلاتة اربعة، يعني السن دوت اكتر حاجه بيحبوها اللي هي الالعاب البسيطه، العاب الفلاش اللي هي عباره عن مكياج، العاب تلبيس، وفي الالعاب برضو اللي هي الصغيره اللي هي زي العاب الطبخ. بس صغيرين بيحبوا الحاجات دي قوي. فلو انت حتى لو انت شخص كبير بتتابعني دلوقتي ما تقفلش الفيديو ده، الفيديو ده هيفيدك. انت لو عندك اخت صغيره، او لو انت بنت كبيره يعني وعندك اخت صغيره، هاتوا اختكوا جنبكوا تتفرج على الفيديو ده، بحيث لو عجبتها الالعاب دي تحملوها لها. ايوه تحملوها لها، لان انا هحط لينك الالعاب اللي انا هجربها في الفيديو ده، احط اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو، تقدروا تحملوها براحتكم. برضو لو انت اب او انت ام بتتابعوا الفيديو دوت، عندكم بنات صغيرين، يا ريت برضو تشوفوا الفيديو دوت. قناتي زي ما انا قلت لكم يا جماعه مش موجهه لفئه معينه، بعمل فيديوهات تناسب جميع الاعمار على قد ما اقدر. يلا بينا، مش عايزين نطول. النهارده انا في معايا اهو التلات العاب، عباره عن العاب تلبيس. تعالوا نجرب اللعبه الاولى. هندوس بيجن. طبعا زي ما انتم شايفين اللعبه عباره عن ان في بنت اهيت، وبيجيب لنا بقى هنا نختار شكل الشعر ولون المكياج الحاجات دي كلها. هجرب لكم يعني مثلا ايه، هنا مثلا الشعر، ممكن نخلي الشعر ده جميل شياكه، ممكن نغير نخليها كده، ممكن كده زي ما احنا عايزين بقى براحتنا. نقدر نغير لون البشرة، ده الحتة اللي في الأول دي لون البشرة، بصوا كده ده لون بشرتها لون فاتح، بصوا كده بقت سمرة كده، لون وسط كده، فاهميني؟ ممكن لون المكياج، لون المكياج أقدر أغير لون المكياج أهو، شايفين الشفايف لونه اتغير أهو. أقدر من هنا أغير لون العينين، لما خليت عينيها خضرا خليت عينيها زرقاء. اقدر من هنا اغير شكل الحواجب، رفيعه تخينه، كل حاجه بنظبطها زي ما احنا عايزين. هنا اقدر اغير اللي هو الحته اللي فوق العينين على طول اللي هي الجفن اهو، لون بصوا اللون كده عامل ازاي. بعد كده اقدر امشط لها شعرها. لا دي لا ده مش تمشيط، ده اللي هو يعني اختار التسريحه، ودي خلاص عملناها في الاول. وعلى فكره كمان بعد ما تخلصوا اللعب ده، ممكن مثلا لو يعني مثلا ايه، لو انت مثلا ايه، انت حبيبتي وانت بتلعبي مثلا لعبه، بعد ما تلعبي مثلا لعبه لو عجبك التصميم النهائي دوت، ممكن تحفظي الصوره دي على الكمبيوتر عندك. ازاي؟ انت في هنا عندنا اداه اللي هي علامه المقص ديت، اسمها السنايبنج تول. السنايبنج تول ديت نقدر نصور بيها جزء من الشاشه نحفظه يعني. ولو الاداه دي مش ظاهره، هي ما بتبقاش ظاهره في التاسك بار كده مباشر، احنا ممكن بتدوروا عليها في الويندوز عندكم، اسمها سنايبنج. مجرد ما تبداوا اول كام حرف هتلاقوا الاداه ظهرت اهي، سنايبنج تول اهوت. وبدوس نيو، وبدوس بحدد كده بالماوس الشاشه اهو، انا عايز اسيف الصوره ديت، اقوم فايل سيف از، واحدد مثلا على الديسكتوب اعمل كابشر، هتلاقوا في الاخر الصوره اتسيفت اهي. فكره جميله يعني، فكره جميله جدا للبنات الصغيرين. كده خلصنا اول لعبه، تعالوا نجرب تاني لعبه عندنا. هندوس بلاي، هندوس بلاي. هنختار الشكل، ممكن ناخد ياسمين، فريق ياسمين ماشي. ايه ده، شا 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 شاشة ولا شازة دي ولا ايه دي، جادي، الاسماء الغريبة ايه. هناخد ياسمين، ملناش دعوة، احنا ناخد ياسمين. وجو
اه حلو قوي اللعبة ديت. دي بقى بنعمل ايه؟ بنقدر نغير كل تفاصيل، كل تفاصيل. يعني بصوا كده هنا، بصوا تفاصيل الجسم نفسها، يعني اللبس بتاعها، التوبس ده اللبس، ممكن نختار اللبس احنا عايزينه. مثلا انا اختار ده هنا دوت بقى، يعني عايزينه بحمالات ولا قط ولا نص كم. يعني البوتوم ده اللي هو بقى بنطلون ولا جيبه ولا كده. يعني مثلا انا اختار الستايل دوت. الالترنيشنز ده اللي هو يعني البدايه، ممكن نلبسها شورت، ممكن نلبسها بنطلون طويل كده. يعني الدريسز ده لو احنا عايزين نلبسها فستان، يعني مثلا ممكن نلبسها الفستان دوت مثلا. الالترنيشنز ده اللي هو ممكن الفستان يبقى قصير شويه طويل شويه. البدايل يعني اللي هو دي الالترنيشن دي بتغير الخصائص بتاعت الاوبشن اللي فوقها، بتظبط فيه شويه حاجات. الشوز ممكن نختار الجزمه دي كده بقت عسل، هي زي سندريلا مش بعكسها. ممكن نختار مثلا نمسكها شنطه في ايدها. المهم ان بعد ما بنعمل كل ده نقدر بقى نلون الصوره. من الواضح ان نقدر نلون الصوره، بس ثواني كده نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اه بندوس على اللون وندوس جوه الحتة اللي احنا عايزين نلونها، وندوس كليك شمال تقوم تتلون. آه زي ما انتوا شايفين. ممكن مثلا نخليها شعرها اسود اهو، انا اخترت لون اسود. ما ينفعش ادوس جوه الشعر. آه خلاص. ممكن نختار مثلا البنطلون يبقى احمر اسود. ممكن نخلي لها الجزمه لبني، الجزمه بتتلونش، ممكن الحته دي نخليها لبني. يعني نظبط بقى الحاجات دي كلها. فحلو. بس بعد كده في جون اه ده بعد كده كمان بنوديها مكان. يعني مثلا نحطها مثلا في البيدروم، او مثلا نقوم حاطينها في مثلا في التشيل اوت روم، او يعني نوديها في اي مكان بحيث نلقط الصوره. وفي اوبشن تحت ان ممكن ايه نعمل برنت على الطابعه فعلا بالمنظر النهائي اللي طلع ده. حاجه كويسه برضو، فلعبه جميله. يعني احلى لعبه بقى النهارده عندنا هي اللعبه الاخيره ديت. جميلة جدا، لانك بقى لانكم يعني انتوا يا بنات صغيرين، بصوا كده في اللعبة الجميلة ديت، انتوا تقدروا تغيروا اللبس من كل حاجة، من كل حاجة. يعني مثلا يعني مثلا اهو ممكن اختار اللبس ده اهو، او مثلا بلاش، ممكن ده اشيك اهو. جميل جدا، جميل، روعة. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن مثلا البسها الجيبة. الله الله، ستايل جميل جدا جدا جدا. ممكن البسها ده، معرفش اسمه ايه، ده بود ده ولا ايه مثلا. يعني ممكن كمان نغير الكوتشي لو احنا عايزين، بس يلا لا، ده اشيك. يعني ممكن البسها كمان الحزام ده، بيدي شياكه جميل جدا. ممكن احط لها طاقيه. الله، او مثلا لا، يعني الطاقيه دي حلو، ده جميله جدا جدا جدا، روعة. البنت بقت على سنجة 10 بصراحة، حاجة روعة جدا. ممكن كمان مسكة الشنطة دي، يا سلام يا سلام يا سلام، حاجة روعة. ممكن ألبسها النضارة دي، لا 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 لا، ممكن كمان أحط لها العقد ده، حاجة بصراحة يعني. ممكن ألبسها حلق كمان، يعني بصراحة مش عارف أقول إيه، الستايل جبار. أو حد يفكر إن أنا بعكسها. زي ما أنتوا شايفين يا جماعة، حاجة جميلة جدا جدا جدا، لعبة لذيذة جدا فعلا. ممكن نشيل الشعر دوت مثلا، لو أنا عايز أحط شعر أشيك أهو. إيه ده، بقت عاملة كده ليه؟ ممكن نحط ده جميل جدا. لا 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 لا، حاجة روعة روعة روعة. وطبعا زي ما قلت لكم في الآخر، ممكن بعد ما عملنا التصميم النهائي نقوم مسيفين الصورة ديت على الكمبيوتر. بفكركم تاني ان التلات العاب دول اللينك بتاعهم موجود في الوصف تحت الفيديو. خد بالكم حاجة يا جماعة، الفكرة دي انا لأول مرة بجربها على القناة. لو نجحت، ونجاح الفكرة بيبقى مبني على ايه؟ نجاح الفكرة بيبقى مبني على اني هل، يعني هل الناس، لو الناس كتير شافت الفيديو ده، لو جاب مشاهدات كتير ولايكات كتير،
انا هتشجع ان انا اكمل في السلسله دي، لان هحس ان انتوا دي سلسله تفيدكم او تهمكم. لو ما جابش مشاهدات مش يبقى معناها محدش مهتم، مش هكمل. فانتوا لو عايزيني اكمل، لو عجبكم الفكره، خدوا بالكم من حاجه، انا مش عندي يا دوبك مش التلات العاب اللي دول بس اللي عندي، لا ده انا عندي كميات مهوله من العاب الطبخ والعاب التلبيس والعاب المكياج والعاب، كميات مهوله. فالموضوع مش على قد الحلقة دي، الموضوع لو انتوا شجعتوني اني اكمل في الموضوع ده هكمل لحد ما يبقى عندكم لينكات الالعاب دي كلها وكمية مولة. عشان خاطر يا جماعة، لو انتوا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير الفيديو ده بقى بالذات، يعني لازم تشيروه. ليه؟ اصل الفيديو ده مش مجرد جيم بلاي انا بعمله، هو انا بلعب العاب البنات دي ليه؟ انا هلعب العاب بنات عباية، انا حاجه دي حاجه بفيدكم انتوا. فانت كل واحد شايف الفيديو ده، او كل واحد شايف الفيديو ده عندك جارتك مثلا عندها بنات صغيرين، ممكن توري لها الفيديو دوت وتحملها الالعاب دي كده. يعني انت مثلا اب او ام عندكم بنات صغيرين، هتحملوا الالعاب دي لبناتكم. عندكم في الشغل زمايلكم هم كمان عندهم بنات صغيرين، ممكن تحملوا لهم هم كمان الالعاب او توري لهم الفيديو ده وهم يحملوه. يعني الموضوع ما توقفش الفيديو ده عندك، شيره مع الناس. لو حتى الفيديو مش هيفيدك انت مباشره باي حال من الاحوال، لا ليك قرايب بنات صغيرين ولا تعرف حد بنات صغير خالص خالص خالص، يا عم ابسط حاجه شيره على الفيس يفيد غيرك. ما هو انت شوف عندك كام صديق على الفيس، اكيد اكيد وسط الاصدقاء دول في ناس عندها عيال صغيره. فيعني اتمنى يا رب اكون فدتكم. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، بس خدوا بالكم من حاجه، هتديني لايك وتعمل اشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.